هي الليالي كده، طبع الليالي كده، بتغرب ده وده، وتقرب ده لده، وتبدل ده بده، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. على كتف صاحبي بتكي وببكي لو جوايا دمعي ينبكي، انا ما فرحت الا بكي ولا بكيت الا وكل الكون بكي، وحياتي مشوار الرحيل منك لك يا طيبه يا اسية القلب، في سكتك حتى العذاب يتحب، ما قلتش غير ليا وليك يا رب، لا تشتكي مني ولا اشتكي، يكفاني ما بيا ويكفى ما بك. هي الليالي كده ولا تعرف غير كده، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. يا خال. نعم. ازي حضرتك؟ لسه انا. انت طيب؟ انت طيب يا خال. يعني مراتنا في هذا البرنامج بقى الناس يعني كاننا استحضرنا عالم، هو عالم اكمله، بقت الناس يعني بعد برنامجك وعلى مدى الاسبوع كله لا تحدثني الا عن هذا البرنامج. الحمد لله. فاشكرك جدا استاذ نصر. لا انت جعلتني نجم يعني. لا والله ان كل يقول لي اللي ما بتقدمه معانا سر شويه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله من فضل الله. ومشوارك الحقيقه هو غني يعني، انا كنت بتكلم مع الاستاذ وجد الحكيم امبارح فقال لي انه انت بتتعامل مع قطعه من مصر وقلب مصر، عبد الرحمن الابن. والله كويس اللي بيعرف يقول كده، دول اتعلمهم في الاخر. لما انا اذكر ايام ما كنا نشتغل يعني كان يعني سيئنا قدامه زي القطيع. فدلوقتي يعني لما الدنيا خلصت راح عبد الحليم وبليغ والموجي وكمال والدنيا ما مرسي جميل عزيز الله يرحمه وكل الناس اللي تعاوني، احمد شفيق كامل ومأمون الشناوي وكل هذه الاسماء القويه والبراقه، فانت عارف ما يقعد على المداود الا شر البقر. لا لا ازاي، فهو سعيد قوي دلوقتي ما قداموش غيري. طبعا. لا يعني بس انتوا قيمه الحقيقه وعملتوا قدمتوا حاجات حلوه. لا بس كان مبادرا وكان اولنا للراديو واولنا في المناسبات الوطنيه عقد الحكيم، يعني عاصر الكثير من مثل هذه الوقائع المهمة جدا. عموما هذا ليس موضوعنا الآن. ماشي، احنا موضوعنا الآن طبعا احنا خاص بالأستاذ عمار الشريعي. عمار ظاهرة كونية يعني ليست موسيقية، يعني ظاهرة إنسانية وظاهرة موسيقية وظاهرة وبشرية زيه زينا، يعني بنتخانق نعور بعض ونقاطع بعض في العشرين سنة وحاجات بالشكل ده، ان هو ذاته يعني في ايده وانا يعني مخلوق لذاتي يعني، ولكن احنا ملتقين على الموهبة، احنا موهبتين يعني. ظلينا في وقت القطيعة يزعل جدا عمار ان احنا اوقات كبيرة من عمرنا بتضيع بدون الالتقاء يعني بدون. هو قال لي كده الحقيقة. الانجاز ده كان بيقول للناس كلها حقيقة. يرجع مرجوعنا عمار، انا اول ما سمعت له مها صبر بتقول له امسكوا الخشب يا حبايبي، فانا هذا اللون من الغناء لا احبه للأمان، فاتخذت جنب كده. فجأة سمعت الايام، ايام بتاع حسين، الايام مسلسل الايام. ثم الراجل ده شغل بتاع اساتذه كبار يعني، بتاع ناس متعلمه، ناس عارفه يعني ايه موسيقى، يعني ايه اللغه الموسيقيه، يعني ما عندناش حد بيوزع كده برضه، ما عندناش حد يحس الاشياء بهذا الشكل. أيوة. بالميلوديات الرائعه دي عامله كده زي عرق العنبر يعني، البكر النقي. أمال اللي عمله هناك ده هو لغاية دلوقتي يفخر بأنه عمل أمسك الخشب يا حبايبي. أول حاجة في طريقه. يفرح جدا. أقول لك أول حاجة، أقول لك يعني الست مها صبري أنا مدلها أنها غنت له لأن ما كانش حد غناني. وبعدين بدأنا بقى نشوف إيه بقية الحاجات الرائعة اللي عملها يعني. والموسيقى التصويرية للأعمال سواء للهجان أو دموع وقحة أو إلى آخره يعني. فحسيت بانه ده مفروض نعرف بعض. طبعا انا عمري ما رحت خبطت على حد وقلت له عايز اعرفك.
وهو ما جالش، فلينا أصدقاء مشتركين قرروا أنهم يعملوا ليلة يدعو عمار ويدعوني ونلتقي هناك. قلت لهم بس يبقى عارف، طمعت يبقى عارف، يبقى عارف أن حضرتك جاي. بس رحنا فلقيت عناق يعني حميم مش طبيعي. أخلي بالك، قال لي أخيرا يعني أخيرا كده يعني عرفنا بعض يعني أخيرا وهكذا يعني إيه وبتاع. سرعان ما إيه الست علوية زكي مخرجة في التلفزيون طبعا كانت بتعمل عبد الله النديم، الله الله، شاعر الثورة العربية وجدنا احنا الكبير، جدنا كلنا طبعا، إن المناضل اللي ربط الكلمة الشعبية بالنضال الجماهيري، هو راجل مثقف ثقافة عارمة، ولكن لما جاءت الحكاية متصلة بالناس عشان الناس تمشي خلف عرابي، قال لك أهل الأوروبا والأطيان عملهم على الأعيان أعيان، وابن البلد ماشي غلبان مش لاقي ولا حتى الكسرة وشجع بجع حالي غلبان. فالناس بقت إيه تغني وراه لأن كان ده الأديب الأدبات. أنا الأديب الأدبات يعني. فقالت لي عبد الرحمن يعني أنا معيش غير 3000 جنيه. أديك أنت 1000 وحد الملحن اللي يعمل الألحان كلها والموسيقى التصويرية 2000 جنيه وماليش دعوة. فأنا قلت دلوقتي أنا هروح لعمار. خد 2000 جنيه؟ هقول له ب 2000 جنيه، طيب دول مش عاملين لحنين أصلاً. ولا مزيكا تصويرية. كلمت عمار بالتليفون من يوم ما بقى ما كلمتوش. قلت له يا عمار الا انا لو شغلتك مسلسل ببلاش تشتغل؟ قال لي معاك اشتغل والله. قلت له طب المسلسل عن عبد الله النديم ودي حاجه يعني تشرفنا خالص، يعني هنعمل عبد الله النديم صدقه، هنعمله تحيه لعبد الله النديم بس مش لاجل حاجه ثانيه. والست معاها 3000 جنيه، قالت لي انت 1000 والملحن 2000 وانا سايب لك ال 3000 جنيه. قال لي لا يا سيدي لا تسيب لي ال 1000 بتاعتك ولا حاجه، انا ال 2000 كويس قوي والله. الله الله الله. فاذا يعني فاضل مثلا يفضل لك في جيبك 200 جنيه 500 جنيه جميله. واخد بالك، عاوز تاخد قرشاناتي معاك خدهم يا سلام على الفرقة وكده يعني برضو هتعملوا ايه صحيح؟ ما في تكلفة، لكن لأن عمار بيعزف أشياء كتير وكده وهو بيعمل عمار والعمل ده أساسه العود وكان عمار في ذلك الوقت يعني إيه؟ عود مح يعني طبعا. كان يستعمل عود بطريقة مختلفة عن كله. دلوقتي طبعا لو اديت له 250,000 ما يشتغلش ما ينفعش طبعا، لأنه عمل درة من الألحان. قال لي اكتب بس وتعالى. قلت لها خلاص يا ست علويه، عم عمار الشريعه الحقيقة. الست ما صدقتش، رحت قفلت علي بقى تحدي. فقلت يا لولا دقت ايديكي من طرق بابي، طول عمري عار البدن وانت جلبابي. الله يلي سهرت الليالي ونسك صوتي، متونسه بحس مين يا مصر في غيابي. وهكذا يعني إيه. وبعدين عمار سمع ده منطلق تاني بقى، قول الله يفتح عليك. الله الله. قلت له على كتف صاحبي بتكي، هو النديم كان معاه ولد كده ماشي معاه في فترة الهروب ال9 سنوات اللي هربان فيها من الإنجليز والسلطة. هو بيقول على كتف صاحبي بتكي وببكي لو جوايا دمع ينبكي. يا سلام. انا ما فرحت الا بكي ولا بكيت الا وكل الكون بكي وحياتي مشوار الرحيل منك لكي. يا طيبه يا اسيت القلب، في سكتك حتى العذاب يتحب، ما اقولش غير ليا وليكي رب، لا تشتكي مني ولا اشتكي، يكفاني ما بيا ويكفى ما بكي. اولا كانت عايزاني انا العب دور النديم. والله قلت لها ده مستحيل، انا ما بعرفش اقول الا كلامي. قالت لي اكتبه انت وقوله. قلت لها ما بعرفش، انا ما اعرفش اكون الا عبد الرحمن الابنو يعني ما اعرفش ابقى لغايه وقت قريب يعني المسلسل اللي احنا بنعمله بتاع وادي الملوك
حسني صالح المخرج قال لازم انت تلعب دور الجد الكبير. قلت له ما انفعش هضحكك انا بره عبد الرحمن الابنودي ما انفعش ببصر. هي الليالي كده طبعا الليالي كده بتغرب ده وده وتقرب ده لده وتبدل ده بده وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. وهكذا بدأنا ايه نسرسب الاغنيات وهو يصوت واخد بالك وهو يسمع اغنيه اغنيه ويكمل. لا ما بيلحنش انا مشيت بتسجله بقى الغنى ما فيش ثاني بنسجله ثاني يوم قال لي تعال رحت سمعت العجب العجاب اللي هو عامله والبساطه المتناهيه والعمق يعني انا بارى ان الحان النديم وفيما بعد طبعا ابو العلا البشبي لما نوصل من اكثر الالحان توافقا مع كلامي صدقا مش مع الكلام هو دايما يلحن كلامي كويس مع الـ 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 الوسط النفسي للكلام انه ظبط بالظبط يعني ايه المستويات النفسيه لا علي عليها ولا وفي عنها. ده علم تشريح مش الحقيقه ده اللي حصل وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. وبعدين الغنوه الثالثه بقول ايه الحزن محاوطك وهمك تعبك وليه مش قادره تبكي. معرفش انا الكافيه دي جاتني ازاي يعني ليه وعملتها مره قبل كده إنها لا بعد بكي لا في بكي لا بكي هي بكي انما دي الحزن محاوطك يعني بدل محاوطك الحزن محاوطك وهمك تعبك وليه مش قادره تبكي الاعيان خانوك ترقين طين ابوك لعدوك باعوك والايد الزمن باعوك وشافوك وهم بيجلدوك وراحوا فاتوك وقبضوا الثمن يا ساتر جلادك محامي حميك وحميك يا حرامي وبايه ينفع كلامي يا ساكن الخرس الله هدوك بقول لك علوك علوك في ميدانهم ها عروك في ميدانهم بيقول عروك في ميدانهم ولا واحد اذانهم وعلوا اذانهم وبقالهم جرس الله. جلادك محامي وحميك يا حرامي وبايه ينفع كلامي يا ساكن الخرس. عايز اسال حضرتك سؤال استاذ عمار لما كان بيسمع الكلام ده كان بيعمل انا قلت لك عمار يعني ايه مش من نوع اللي يهلل قوي لما اقول لك الله 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 واحسب كل ما زادت المزوره يعني ايه عدى المتر يبقى بجد لما اسمع اقول لك الله الله فيبقى ايه عجبته الجمله مش يعني. مش الحكايه كله على بعض اسعد الله 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 طيب تبقى عارف ان البيتين دول عجبوه حلوين لما بقول لك الله 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 ما يعرفش يسدها بقى اتفلتت الله 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 طبعا علي الحجار انا كنت بحلم ان اعمل مع علي الحجار عمل يعني لان انا مؤمن بعلي جدا وانا قلت اول حاجه في الاتفاق يعني قبل ما اتفق على عمار كنت بتفق على علي الحجار والله لا الحيغني ده ما عنديش غير علي الحجار اللي قالت لي انت معاك ال 3000 جنيه زي ما انت شايف وما طلعوش 3000 جنيه 2700 ما سرقوا ولا اخدوا الضرايب والبتاع بهدلوله يعني يعتبر عمار يعني لولا ان هو بيعزف عده حاجات فهو جاب الكمانجات مثلا والايقاع والحاجات دي والباقي طبعا على يعني على كتافه يعني هكذا يعني فطبعا كنت بحلم بان عمل يكون يعني يليق بعلي وبينا كده الثلاثه فكان هذا المسلسل اللي هو عبد الله النديم وانا اتمنى ان المسلسل ده يكتشف مره اخرى ويذاع ان شاء الله كان بطوله عزة العلي طبعا وهو عمل دور عظيم استاذ عزة العلي جدا وانا في بالي ان الولد اللي كان ماشي معاه عبد السلام محمد طبعا كان عامل دور اشتقنا لعبد السلام محمد اشتقنا له طبعا طبعا عبد الله النديم ده جدنا
جد المصريين كلهم، جد وده خطيب الثورة العربية وشاعر، وأول من يعني رغب العمامة والكلام من ده كله، كان يكلم الناس بكلام عمي وكتب شعر بالعمي. وأنا في واحد قال لي مرة، قال لي شوف يا عم أبنودي، إذا كنت ما عملتش حاجة في الدنيا دي كلها غير أغاني عبد الله النديم فأنت عملت. الله والله ما حق. وقال لي علي الحجار مش هيغني زي كده تاني غناء وطني، ولا في غناء وطني زي ده اصلا. صادق، كان في صدق الحقيقة. وكان اول علاقتي بعمار، فكان كل منا يجتهد يعني. وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. منهم غنوة مغنيها كمان جمال اسماعيل في نفس مسلسل النديم. يعني ايه يقول لك يا عم، وفي كفر الدوار طلعوا الاحرار زي الحطب مسكايا النار حالف لايقيد. الله الله، لو شفتهم يوم ما الزعبيط غلبوا البرانيط الفلاحين طلعوا من الغيط قصدين العيد. الله، برأة براءة صوت الريح ابو حس فصيح. يا عم اصوات المجاريح بتودي بعيد. ابن البلد ابو جيف فاضي قال مش راضي ان كان ما فيش عدل يا قاضي موتني شهيد. هكذا يعني. واخدته الاستاذ جمال اسماعيل. جمال اسماعيل يا عيني. طبعا هو ايه يعني رصين. وعمار عامل له لحن بتاع مظاهرات طالع عشان الناس تطلع تغني وراه في الشوارع وكده. وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. وطبعا هناك اغنيات انا اعتبر ان هنا في النديم اجمل غنوة كتبتها في حياتي. وما تفتكرش ان ده مبالغة، انا هقولها لك. اسمها الحلم. بيقول حلمت ان سمعت دقة بابي، قمت وفتحت لقيته صاحبي عرابي جاي لي في قلب الليل ومنور القنديل يقول لي قوم اغسل عينيك وغير الهدوم وانفض الهموم. زي عبد الله تكون نديم وانت مالكش نديم. وفي المنام لقيتني وياه في الخيام بيوزع الفصايل وبيرسل الرسايل وبدون مكتب خطابي خطبت في جيش عرابي. فليسقط المستعمر والسمسار والمرابي، عرش السلطان تصدع والمستعمر بيركع، وشفت مصر بتطلع من البدالة مصر وزي الأرض تسطع على الأرض سيرة مصر. وفي وسط ما أنا بحلم سمعت دقة باب، أنا قلت صاحبي وردة الأحباب، قمت أحضنه ما لقيتش غير الريح والبرد والضباب والوحدة والعذاب وضاع علي الحلم. الله يفتح عليكم، الحقيقة أمتعتونا بهذا العمل. الله يكرمك. والله. فده عمار يعني لما هتسمع الألحان حس كأنه كتبه لحن. ده اللي أنا بعنيه بالوسطية النفسية، أن الملحن يقبض بالضبط على مشاعر الشاعر ودرجات توناته. حضرتك الكلام اللي بتقوله ده بالضبط أنا قلت للأستاذ عمار، أنا أشعر أحيانا أن أنت اللي كاتب الكلام. ساعات لما بيبقى ملتصق بالكلام ومش مجهد، يعني مش عامله هو ملخوم في اعمال اخرى، مش مجهد متفرغ له، بيبقى انت تحس انت الشاعر تحس بالغربه وانت يا سلام وانت بتسمع. تحس ان عمار يعني الله. هكذا يعني. الله الله. وزي ما اتكلمنا عن غنوة المقدمه، يا لولا دقت ايديك من طرق بابي. وانا دائما استشعر ان دي امي. يعني طبعا يعني كلنا اعتقد كلكم تستشعرون هذا يعني. كلنا ولكن كانت غنوة الختام فيها رحلة عبد الله النديم راحل من تاني راحل والشقة اللي لا شافه. وهو راحل بقى منفي بقى للأستانة وكده بقى فبيقول راحل من تاني راحل تردني السواحل. يا سلام. فايت قلبي في حراتك، فايت صوتي في سكاتك وخضرتي في نباتك. يا مصر وتاني راحل. الله الله. وكل منزل بلد بنزلها بالجسد، لكن القلب راحل له في السواحل ساحل في غيرك من وجد. سايب قلبي في حراتك، فايت صوتي في سكاتك
وخضرتي في نباتك يا مصر وتن راحة. بتحب هذا الوطن أو شيء؟ يعني 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 أكبر حد حبيته وصحبته هو وطني. بصراحة وطني هو اللي علمني أحب أمي وعلمني أحبك وحب حب أصحابي وحب وحب العمل وحب الشعر، كل ده إلهامات الوطن. إن لم تكن متعلق بفكرة أساسية اسمها الوطن في بلادك، صدقني تبقى في الهوى، تبقى كل اللي بتقوله يعني ممكن يبقى كلام حلو، ممكن يبقى كيمياء، ممكن يبقى يعني أي كلام يتقال والناس تمصمص وتقول الله، بس بعد دقيقة ما يبقاش موجود، يخلص طبعا. إنما انت دايما تقول الاستناد على جدار الوطن ده يعني فضل من عند الله أن تنبهنا إليه فترة مبكرة، وإحنا جيل طلع في 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 حرب، يعني فتحت عينينا الشعرية على حرب 56 على العدوان الثلاثي، ومن ساعتها وإحنا ماشيين زي ما أنت شايف. حضرتك بتقول تنبهت، ولا هي بتبقى فترة؟ لا الظروف بتنبه. يعني العدوان الثلاثي أنا أظن إن كل من يسمى بجيل الستينيات أبوه العدوان الثلاثي على الصعيد. هي الليالي كده، طبع الليالي كده، بتغرب ده وده، وتقرب ده لده، وتبدل ده بده، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. يا خال، كنت بعمل برنامج في مرة، وبعدين صادفت غنوة في الإذاعة من الأغاني الحقيقة اللي أسعدتني قوي، ولقيت فيها كلام وكنتش أعرف مين اللي كاتب ولا ملحن، يعني سمعتها كده بالصدفة، وبعدين قلت ده الأستاذ عبد الرحمن الأجنبي وده لحن الأستاذ عمار، بس إزاي أنا ما سمعتوش؟ لقيت غنوة في مسلسل اسمه الصبر في الملاحات بيغنيها الأستاذ علي الحجار. ده في الإذاعة؟ في الإذاعة. أنا يعني أنا بحب الغنوة دي حب والله جدا. بعدين فيها معنى اللي هو مخبي تحت قلبي قلب تاني، وإمتى أحب من قلب الحقيقي، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. يا سلام، جبال الصبر أطلعها وأبكي. وإيه معرفيت بالريقي، جبال الصبر مخبي تحت قلبي قلب تاني، وإمتى أحب من قلب الحقيقي، تقول أنا بحبهم بجد. دي كانت في مسلسل مع الأستاذ كبير عبد العزيز، الصبر في الملحات. رحمة الله، في الإذاعة. ومن ألحان الأستاذ عمار. الأستاذ عمار طبعا. عاملها على المقاس يعني. دي كانت بعد النديم ولا قبل النديم؟ لا بعد، كانت بعد النديم. بعد خلاص بقى لما سأل الطرق سلكت، ركبت التركيب، ما بقينا عملنا حاجات كتير. خلي بالك التركيبة يعني مشيت يعني. خلاص بقينا عارفين يعني، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده. أعزائي المستمعين، ونواصل في الحلقة القادمة المشوار مع الخال عبد الرحمن الأبنودي، ونواصل حكايات الخال في هي الليالي كده. حكايات الخال عبد الرحمن الأبنودي. لو مش هتحلم معايا مضطر أحلم بنفسي، لكن في الحلم حتى عمري ما هحلم لنفسي. يا صاحبي يا صديقي، يا لطريقك طريقي، لأن يوم عيش لنفسي ده يوم موت الحقيقي. هي الليالي كده، طبع الليالي كده، بتغرب ده وده، وتقرب ده لده، وتبدل ده بده، وهي كده الليالي ولا تعرف غير كده.